قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن نزوحا جماعيا للفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة سيكون كارثيا، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار. وشدد غراندي على أنه من المهم جدا معالجة الأزمة الإنسانية ومسألة المساعدات غير الكافية التي تدخل غزة لمنع نزوح جماعي من شأنه أن يكون كارثيا. وأضاف غراندي أن نزوحاً جماعياً جديداً سيشكل عبئاً إضافياً على اللاجئين والسكان الفلسطينيين والمنطقة، واعتبر المفوض السامي أن الأولوية هي بالتالي العودة إلى الهدنة، يليها وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ووقف أكثر ثباتاً للأعمال العدائية مع زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة.